الفيلا والبركة الفيلا والبركة الفيلا والبركة والحاجب يا جوهرة الحاجب يا جوهرة. معكم احنا ساكنة مدينة الحاجب، عندنا إشكال في مدينة الحاجب. هو أول إشكال هو ديال الماء، تجينا الفاتورة غالية لأن التسعيرة ديال الماء كما هضرنا مع المسؤولين وبالخصوص المكتب الوطني ما صالح الشرب، تيقولنا بأن الماكينة التسعيرة على الصعيد الوطني موحدة 7 دراهم، في حين بأننا تنجيو للنموذج ديال المكناس كاينة التسعيرة ب 4.40 دراهم. عندنا إشكال ديال الماء بأن التسعيرة عندنا غالية، تنطالبوا بأن التسعيرة ديال الماء ترجع عندنا قليلة، ترجع ب 2.5 دراهم. هذا المطلب الاساسي الاول، وزائد الفارق الاجتماعي ديال التسعيره ديال الفوارق الاجتماعيه اللي كاين عندنا في مدينه الحجب، هي فوارق هامشيه. عندنا طبقه هشه، ما عندناش معامل، ما عندناش مصانع، عندنا البطاله في وسط مدينه الحجب. فاش نجيو للمدخول ديال مدينه الحجب عندنا الدخل محدود ديال حدود 10 دراهم. فاش نجيو للفواتير النموذج كما قلت لك ديال الماء، تنلقاو بان الفاتوره ديال الماء غاليه على